الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعينا ومشاهدينا عبر شبكة الفارس العالم، يسعد الله مساكم بكل خير. الآن نواصل تغطيتنا في هذه البطولة المقامة على مزرعة الهمام، ويقف بجانبي إداري فريق الخطوط السعودية الجوية علي الأنصاري. علي الأنصاري، نرحب بك عبر أول ظهور لك عبر شبكة الفارس العالمي. الله يرحب فيك أبوي، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف استعدادكم للبطولة هذه؟ والله بعد يعني هذا أول بطولة تدخل فيها الخطوط السعودية من بعد فترة، وسوينا اللي علينا ان شاء الله. رتبنا الفريق واخترنا مجموعه من انتخبنا مجموعه من اللعيبه من نفس الشركه، وان شاء الله نأدي اللي علينا، والتوفيق من الله ان شاء الله. لقاءكم الاول يوم الثلاثاء لن يكون سهل، كيف كان الاستعداد له؟ والله هو المثالي فريق صراحه سمعته يعني واصله عندنا، ما يحتاج فريق قوي، ولكن ان شاء الله ان نسوي اللي علينا مع المباراه، ان شاء الله ان نأدي. يعني احنا استعدينا، تمرنا، سوينا تدريبات، سوينا اللي علينا، لكن التوفيق من الله ان شاء الله. خلال يومين كيف ترى البطوله هذه؟ والله حماس شديد، انا اشوف حماس شديد بين الافرقه وبالذات المجموعه الاولى اللي لعبت امس، كان فيها فوز وخساره، لكن يعني والمجموعه الثانيه بعد اقوى، يعني التعادل واضح من، لكن ان شاء الله الله يعين. يعني كلمه اخيره تقول البطوله هذه؟ كلمه اخيره ان شاء الله الله يوفقنا، ونرفع اسم الخطوط الجويه السعوديه، شركه السعوديه للخدمات الارضيه SGS، وان شاء الله ربي يعيني على اني ابيض الوجه ان شاء الله. شكرا لك. العفو حبيبي. اذا هذا كان حديثنا مع علي الانصاري اداري فريق الخطوط الجويه.